بعد المرات كنخرج نمشي تيسع الخلا ما يشوفني حتى شي واحد فيهم كنبقى نبكي. ما قدرتش انا نزود الكلوه، الا زودت الكلوه زولت روحي. من ديك الاحلام المزعجه اللي كنت كنشوف مرقوش عندي، وليت الحمد لله مرتاحه. كنت نقول يا ربي ان كنت انا واحده من هذه تيبره. خديت وعاهنا وفاعي الله. انا جربت هذا الشيء وهذا الفيروس ما بقاش عندي في الكبده. مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جميع أنحاء العالم، مشاهدين اللي كيشاهدونا عبر قناة الحقيقة الفضائية من خلال برنامج ولا تيأسوا. اليوم كانت واجدوا بمنطقة من نواحي مدينة الرباط اللي هي عين عودة، وجينا ضيوف عند سيد الحسين. سيد الحسين اللي هو حالة شفاء الحمد لله كيسجلها مركز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية، واللي كان كيعاني من الربو وأيضا ألام على مستوى القولون والمعدة لمدة طويلة من الزمن. أكيد أنه فيما مضى استشار مجموعة من الأطباء الأخصائيين، خدا أدوية كيماوية، ولكن كانت الأعراض كتناوبه من حين إلى آخر. والحمد لله بعد ما تعرف على مركز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية وواظب على استعمال الجرعات كانت النتيجة جد إيجابية، وحنا جينا عنده اليوم باش نقدم لكم الشهادة ديالو، فتابعوا حلقة اليوم. أنا سميتي الحسين برخة، سميتي الحسين الكنياء برخة، كنسكن في سيد العربي، الرقم الدار 2041. أنا كنعاني من رابو في الأول، شوية ولات عندي القولون العصبية، هذا هو المشكل اللي عندي. الربو من الصغر ديالي وانا تنعاني معاه، ولكن المعدة تقريبا لا تكون شي بحال 20 عام كذا، 20 عام دابا، هذا هو المشكل اللي عندي. ولكن ملي طول المرض ولا اعراض اخرى ولا كيضرني راسي ولا كنتعصب ولا المشاكل عندي كبيره كثيره. الربو هو الاساسي، بدا عاوتاني القولون، ومن القولون ولا دابا وليت أعراض أخرى ولات عندي. بحال شي أعراض؟ ولات بحال العصاب، وليت تنتعصب. في الدار؟ في الدار، الخدمة، أي بلاصة مشيت ليها تنتعصب، جوج هضرات كنتعصب. وليت كنتشد مزيان في المعدة ديالي، ملي كنتعصب تتولي لي المعدة مشدودة. ماكلة ما كاينش شي ماكلة، ماكلة أي حاجة كليتها كضرني. وعندي الغازات بزاف، كنتنفخ ليا كرشي. كانت عندي المعدة منفوخة ما تنعسش مزيان. تنعس معذب، تنبقى تقلب ما كنعسش، كيجينيش الناس. واحد الساعات ما نحملش كاع الهضره ديال بنادم. كنت واحد الوقت ما نحملش بنادم كاع نهضر معاه كاع ولا نجلس معاه. مشيت دوزت عند الطبيب، تبعت مع واحد في التمارة اختصاصي، دوزت المنظار شي ثلاثة الخطرات. شي كيقول لك عندك المعدة محلولة، قال لي عندك قرحة المعدة، هادشي اللي كاين. كناخد الدواء، استعملت الدواء ثايت، ماشي خطرة، ماشي جوج، ماشي ثلاثة، راه واحد العدد ديال الدواء استعملته. وديما كنستعمل الدواء، القضية بحال هكاك، ديما كنستعمل الدواء ديال المعدة والدواء ديال القبض، كيكون عندي الإمساك. مركز الهاشمي شت في القناة، قالت الحقيقة واتجهت للمركز الهاشمي. الحالات دايزين اللي عندهم بحال مثل المرض ديالي، ومشاو تما وجاب لهم الله الشفاء. المهم اتجهت ليه، مشيت جبت الجرعة الأولى، تحسنت الحالة ديالي، ولكن ما عنديش الإمكانيات باش نتبع. قطعت، مشيت واحد المدة عاوتاني جبت جرعة أخرى، وقطعت عاوتاني مشيت مدة وجبت جرعة، جبت شي ربع جرعات تقريبا. ضروري كتبع سميتو الريجيم اللي على قد الحال، وصافي خضره مفوره وكذا، هذا الشيء اللي كندير. الحمد لله تنحس بتحسن، من الاولى حسيت بتحسن، خديت الاولى حسيت براسي بان مزيان، ما بقاش عندي بعد ذاك الانعزال ديال الناس، ولات القضيه عندي مزيانه، وليت ما بقيتش منعزل على الناس، واخا باقي كنتقلق وباقي سميتو، ما
من واحد الوقت راه الهضره ديال البنات ما نحملهاش، ما نحملش نجلس مع البنات كاع. ودابا الحمد لله انا من خلال التجربه ديالي الحمد لله لقيت الراحه. كنقول للناس اللي مراض وعندهم بحال هذا المرض ديالي يتجهوا للمركز الهاشمي، الاعشاب الطبيه، الاعشاب الطبيه لقيت الراحه 100% مع اسميتو الرقيه الشرعيه والمسائل. المهم الحمد لله انا لقيت الراحه. اللي عنده مرض بحال ديالي يتجه للمركز الهاشمي.